لقد مكنتنا هذه الزيارة من إجراء محادثات حقيقة مثل ما تفضلتم، محادثات ثرية ومثمرة تندرج في سياق تشاور مستمر بيننا، تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدنا على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها بلدانا على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب في القارة الآسيوية. وبالتأكيد فإن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين قد أخذ حيزا من المحادثات،